في إطار الاستراتيجية الإقليمية لنقل الدم وتوفير مشتقاته، عقدت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل لمناقشة واعتماد المعايير الوطنية لنقل الدم لتواكب الضوابط العالمية. في مصر في منظومة كبيرة جدا ومتشعبة من خدمات نقل الدم، منها قطاع خاص ومنها وزارات كتيرة ومنها وزارة الصحة والسكان ومنها خدمات النقل الدم الشبكة القومية وغيره وغيره وغيره. النهاردة احنا كنا مجتمعين عشان في تحديث النسخة الرابعة المحدثة من المعايير المصرية لنقل الدم. طبعا النهاردة لما انا اخد كيس دم وابقى ضامن ان هو مفحوص بطريقة سليمة، مجموع بطريقة سليمة، وتم فصله بطريقة سليمة، ده بيديني امان اكتر للمريض المصري، وهو ده الشاغل الاساسي لجميع الناس النهارده موجودين. وبالتبعيه هيخلي فيه اقبال على التبرع بالدم، لان بقى فيه مصداقيه في التعامل. اهم حاجه ان يبقى دايما المعايير اللي بيتم اتباعها في اي مكان تبقى محدثه وتبقى بتواكب التحديثات العالميه. فاحنا في بنوك الدم المعايير القوميه لنقل الدم هو ده المعايير اللي بتتبعها جميع بنوك الدم على مستوى الجمهوريه، ولذلك تحديثها بشكل مستمر هو ده شيء مهم جدا علشان خاطر تبقى مصر بتواكب المعايير العالميه.